المهرجان الكتاب الافريقي ديال مراكش اللي في النسخه ديالو الثانيه، حاولنا باش انه البرنامج يكون فيه واحد التعدديه اللي اكثر بالنسبه للنسخه الاولى، بحيث انه الادباء والمفكرين اللي استدعينا جايين من جهات ديال افريقيا اللي ما كانوش السنه اللي فاتت. كذلك بالنسبه للغات الكتابه ديال الكتاب، حاولنا انه نوسعوها بحيث عندنا كتاب اللي جايين من انغولا، من الموزمبيق، اللي كيتكلموا وكيكتبوا بالبرتغاليه، عندنا ناس اللي جايين من جزر القمر، اللي جايين من مايوت، من لا ريونيون، يعني بانه حاولنا انه نوسعوا الجهات واللغات باش الجمهور يمكن ليه يتعرف على 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 مخيلات اخرى ديال دول اخرى، ديال ثقافات اخرى. كذلك حاولنا باش انه نوسعوا المجال ديال بالنسبه للجمهور، بحيث انه العام اللي فات كنا غير هنايا في هذا الاطار الجميل ديال نجوم جامع الفناء. هذا العام هذا خرجنا على اساس انه غادي نمشيو لواحد 30 ديال مؤسسات تعليميه، لا بالنسبه للثانويات ولا بالنسبه للجامعات، واللي غادي نصيفطوا لهم الادباء اللي غادي يتدخلوا في هذه المؤسسات هذه عن طريق ورشات كتابه، عن طريق دي ماستر كلاس، عن طريق فطور ادبي. وهذا هو المهم، هو انه نحاولوا نوصلوا لواحد الجمهور اللي كيحس براسو انه بعيد شي شويه على الثقافه، واللي ماشي ضروري غادي يقدر يجي لعندنا هنايا، حنايا اللي خصنا نمشيو لعندو.